Okay. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أركين سمارت. اليوم جبت لكم مقطع جديد واللي هو عن تختيم لايف سترينج ترو كالرز. طبعا هذه اللعبة اوكي سكيب سكيب. طبعا هذه اللعبة هي لها 3 اجزاء، ماني عارف الصراحة، انا نويت اني اختمها كذا، طقت مخي، انا معاكم في البي سي بس شابك يد الاكس بوكس. اوكي يد الاكس بوكس ان شاء الله لا تغدر فينا بنص التختيم بعدين لاني شابكها بواير، فالله يستر. في 3 اجزاء مثل ما كنت اقول لكم. الجزء الاول لايف سترينج اللي هو في ماكس الظاهر، ما ادري، انا 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 كل اجزاء ترى ما لعبتها، كلها تابعتها في اليوتيوب، لكن هذا الجزء قلت خلني بختمه لكم ونشوف اذا عجبكم هذا النوع من الالعاب نكثر منه. ويب الجزء الاول كان لايف سترينج هذيك ماكس وما ادري مين، والجزء الثاني اللي الاخوين دول، وفي جزء ثالث كان جانبي بيفور ذا ستورم اللي هو قبل كل شيء اظن، وهذا جزء جانبي اظن، ما ادري اذا راح يكون مرتبط في اشياء من الاجزاء الماضيه، لكن ما اظن لاني كاني سمعت انه هو قصه جانبيه. اوكي بس نشيك على السيتنج. في عندنا يقول لك اذا حطيت هذا الخيار خلاص يعني راح تكون خياراتك مترتب عليه اشياء، يعني اظن هي اللعبه كذا اصلا، ولا بس حطها انت اون يعني احتياط، ونقول ابلاي وخلاص نخش. خلنا نشيك بس، خلاص نخش على اللعبه. طبعا مثل ما تشوفين خشيت على اللعبه بس اجرب اذا تشتغل ولا لا. اوكي يلا بسم الله. ان شاء الله هذا راح يكون تختيم كامل اذا قدرت انزله كله، راح يبين عندكم. اظني راح انزلها كلها يعني. ف اوكي The day's finally here. اوكي عرفنا ان ذي شخصيتنا اسمها أليكس. طيب group home for 8 years. We've been through a lot in that time. We have. And now you're finally leaving to live with your brother. My brother Gabe. ده اخو جيب. He says he lives in Haven Springs, Colorado. Is that correct? That's a big move. Do you have any plans as far as school or a job? My brother said I might pick up a few shifts at the bar he works at. هذا على طول اللعبة خشت على كاتسين، عرفتوا؟ خشت مع سواليف. Maybe. تدري ايش اللي خايف منه؟ هذه اللعبة معروفة ذي ترى، معروفة بال معروفة بالكوبي رايت. يعني إذا جاء كوبي رايت، إذا جاء كوبي رايت ولا شيء ممكن راح تسمعوا الصوت يخترب شوي بعدين بيرجع. لأن هي معروفة ذي مع موسيقات هذي. ف نقول إن شاء الله ما يجيب فينا العيد. أوكي. هاي دكتورتها، دكتورتها النفسية ذي ولا إيش الحين؟ شو حاطين ورا ساد أنجري؟ I'll just be a normal girl in a normal town. اوكي لايف سترينج ترو كالرز البدايه. طبعا كنت راح اترجم اللعبه بس لما جف بالي قلت ايش اترجمها، قصتها هي قصه مراهقين كذا. انا راح اقول لكم يعني ايش راح يصير، يعني اذا في حاجه مهمه قاعد تصير ولا لا. ف لان الترجمه ترى مره متعبه يا جماعه، يعني مثلا لما تشوفوني اختم هالو واترجمها ولا ناروتو واترجمها هذه مره شيء متعب. على ذا الطاري حط لنا لايك على السريع، تعرف تعرف انت مالك خلق يمكن بعدين تخلص الحلقه الاولى تبغى تشوف اللي بعدها، فحط لايك من الحين على طول من البدايه، عرفت؟ حط لايك وعطنا تعليق كذا زيك حلو، وقولوا لي ايش رايكم اذا استمر على هذا النوع من الالعاب، خبروني. اوكي نزلها باص في منطقه، هذا بيته ولا ايش؟ الصراحة يا جماعة متحمس والله مرة اني العب معاكم هذا النوع من الالعاب اول مرة. ف احتمال انزل ذا ووكينج ديد تيل تيل، احتمال لا عشان لا قاعد اقول احتمال عشان لا شو اسمه اسحب عليكم، عرفتوا؟ اوكي هذه مشيتها هي. وجهي الكاميرا على اليمين، ف مكاني كويس؟ اذا مكان كويس اكتبوا لي تحت، ولا اذا تبوني اغيره في الحلقه الجايه ولا شيء اعطوني خبر. من يظن كويس لان هي على اليسار واحنا على اليمين، وجهي على اليمين. ف يس
اوكي ما تركض ذي تجيب النوم. ار2 يمشي اوكي. ما اعرف كيف التحكم لكن كل شيء راح يبين الحين. كل شيء راح يبين شوي شوي. واو. طبعا هذا الجزء توه نازل يا جماعة توه مرة. كم صار له توقع كم اسبوع؟ والله منطقتهم نايس. اوكي خلاص بي. هذا اخوها جيب. قالوا قبل شوي ان اخوها اسمه جيب. فهذا اخوها. واحنا اليكس اسمنا. That's really him. شكله من زمان ما شافته. وش يضحك. What's the protocol for reuniting with your long lost sister after 8 years? Well, تعال يا رجال احضنه. I'm cool with the hug if you are. Oh, is crushing my ribs still part of the protocol? ما اجتمعت مع اخوه من 8 سنين. قال نسلم عليها ولا هق؟ اكيد هق يا رجال تعال. Believe it. اوكي. عندها قوة خارقة هي ما ادري ايش قوتها. زي اي بطله يعني نلعب فيها زي اي بطل كان نلعب فيه في لايف سترينج فهذه ما ادري ايش قصتها ذي. I'm a lot taller, huh? Yeah, yeah. Time will do that to you. ايش وضعها هذه؟ Are you ready to see the town? I'm nervous. خلينا نقول I'm nervous. Yeah. I'm just a little nervous. خلنا نقول له صراحة خلي صارح صارح مع أخوك. This reunion's being filmed. في واحد قاعد يصور. Okay, the Black Lantern is just up the street. I mentioned I live above a bar, right? Even better. How was the trip? الحلو إنه في ترجمة إنجليزية. I'm good. عشان نعرف شوي. The drive through the mountains was amazing. Eleanor, hey, Alex just got here. Alex. Meet Eleanor Leif, owner of the flower shop, and honest to God, royalty of Haven Springs. Oh, it is so nice to finally meet you. Hello, hello. Welcome. Eleanor, من ذي. Hello. We are so glad to have you, Alex. Gabe told us all about you. والله الصراحة على طول ترى خشيت جو باللعبة. اللعبة على طول تخشك جو مع القصة عرفت. مرة بدت بسرعة أحس عرفتوا. هذا اللي عجبني. هذه نقطة للعبة. Yeah, she's great. A little quick on the draw with hugs, though. Yeah, no shit. الجرافيكس طبعا مثل ما هو مثل الأجزاء القديمة وكذا. Welcome to Haven. واو. أخي رسم اللعبة جميل. من أيام الجزء الأول. رسمها جميل جدا. كذا احس يجيب لي ذكريات. طبعا هذه اللعبة اللي اول مرة يعني يدخل جزء للعبة ذي. هذا جزء جانبي بس ابغى اعيد مرة ثانية عارف قلتها 60 مرة بس انه يعني اقول لكم انه جزء جانبي واي خيار نختاره باللعبة راح يترتب عليه مسارات. وذي المسارات راح تغير بمسار القصة. يعني نبغى ننتبه إن لا نموت أليكس بالغلط ولا نموت شخصية مهمة ولا شيء. Hey Gabe. Riley. Okay. Meet my sister Alex. What's your greatest weakness? What? It's for a college interview. We've been debating this one for days. Gabe insists that I give an honest answer. It's always better to give an honest answer. And what's the alternative? Lying? Not lying, more like strategic half-truthing. Like, I work too hard, or I save too many puppies. They could smell that bullshit a mile away. I've been trying to warn her. Oh yeah? What would you do? صوتها مزعج ذي. Be clever. Be clever. I would be clever. Telling the truth only gets you so far. Oh, you hear that, Gabe?
You're outnumbered. I'll never surrender. He'll come around eventually. Alex, help me out real quick. What do I get for Charlotte? Sunflowers are her favorite. But I've read online. في الألعاب يسبب مشاكل. في الألعاب طبعا في الحقيقة خليك واقعي. احنا مسلمين بعد. شو السالفة شو الفصلة ذي؟ اوكي. What did you do? خلنا نشوف. What exactly are you apologizing for? This time around? Maybe the toilet seat? ايش ذا اللي في بالي؟ Go with the white bouquet. If you're trying to say sorry. That I am. And that I will. You know, if Mac brought me flowers half as often, well, he wouldn't be Mac. Is it still on and off with you two? Sort of. More on right now. صوتها مزعج ذي ام شعر احمر. والله صوتها مزعج. والله صحيح. رنة تذني شوي. Are you sure you don't want to just tell Mac about the interview? اسمها هي ذي ام شعر احمر. Not yet. I'll really? Okay. لازم نتذكر اسمائهم. لا الحين يجينا خيار. Sounds good. يجينا خيار يصير مصيبة بعدين فيه. لازم نتذكر اسمائهم. Might as well have a look around before we leave. Okay. هذه هي. هذه ذي. ولا نشوف. Mandatory for any enchanted garden. Mandatory for any enchanted garden. Okay, إذا طلعت مرة ثانية تقول نفس الكلام بس كنت أبغى أتأكد من ذا الشيء. نشوف ال. يقول يمديك تطلع وقت ما تبغى. ما شيك المكان بس على السريع. Aww, I wonder who they are. والله من جد منهم. شكلها جداته. Cute, right? Yeah. Are those your grandparents? No, but they were like family. Alistair and Ava Murphy. Nana bought the building from them before I was born. آه. كانت سالة جداتك تقول لا ما أدري قربوا ولا ما أدري. إيش ذا؟ ما يضغط تلتو بعدين إيه خلنا نشوف. What if I don't get in? Shit. What if I do get in? Am I really ready to leave this place? If Riley's so anxious about leaving this town, I guess it can't be too bad. What if I don't get in? Shit. What if I شو اللي صار؟ تقرا Am I really ready to leave this place? تقرا افكار اللي ذا؟ ومدي اقرا اكثر مره بعد. خلينا نشوف لوك. Hopefully my advice doesn't derail her entire life. I'm sure it's fine. اوكي. لين ايش فيه؟ employees only. موظفين بس. شوف الصور. طيب. خلاص ما في شيء صح؟ نطلع بس. ايش رايكم يا شباب؟ يا شباب يا شباب! كنت بقول شباب ولا كنت بقول جماعة. ونخبصت ام الجملة كلها. We can head out. Bird house. The tiny house movement is really taking off. هذا ايش؟ This gnome has been places. نشوف. Perfect. That guy's bad to the gnome. Right? I heard he won the Nobel Peace Prize. Oh God, please stop. No problem. You can make anything pretty if you shove a bouquet inside. Okay, okay, ما في شيء شكله. Oh, no category for estranged brother you haven't seen. يلا مشينا بس مشينا. جاني القلق في محل الزهور ذا. حق مين ماخذ الوردة ذي الحين؟ حق أليكس ولا مين يعني؟ أعطيته واحدة كذا سلكت له. أوكي. يا اخي المدينه هي جميله جدا والله رايقه مره. How long have you been in Charlotte? الله يستر ايش بيصير فيها عاد مع القدره ذي اللي في مخي.
I think. والله شو راح يصير ما تدري. You spend a lot of money on bouquets. She's worth it. Watch your feet now. It's getting windy. My feet are. في واردنج هنا يقول إيش ذا؟ Well, here we are. خلنا نقرأ طيب. Wow. Good to know. إيش؟ Blasting notice. Warning. The sound of fire. إيش ذي البلاست راديوس؟ بلاست أريا. Do not enter blast area. يقول لك في شيء بيصير ما أدري إذا إذا دخلته. هنا هو. أوكي. أوكي إذا قرينا كلمة بلاست لا ندخلها يا جماعة. خلنا نشوف إيش ذا. الصور هنا في صور. لا هذا مكتوب للبيع. وين خوينا ذا؟ يلا جاي جاي. Wow. Just. بس قاعد شيك يا شباب اذا في نماستي ممكن تعرف في اشياء على جنب يمين يسار مقطوطه تكون تكون لها فايده بالقصه. Welcome to Colorado. Welcome. طيب بعدين speak. I bet Gabe keeps the flower shop in business all by himself. يلا speak. Gabe Chen, flower delivery man. I know, right? Let me duck in here and smooth everything out. It'll only be a minute. I'll introduce you properly later. Once, you know. It's no problem, really. It's gonna be longer than a minute. Trust me. Oh. Hi there. Gabe's your brother, right? Ethan. I'm Ethan. Charlotte's my mom. Hi, Ethan. I'm Alex. مين شارلوت؟ يا رجال سامي كثيرة. Ninth Warden. Oh, has she found the Scepter of Serenity yet? She's looking for the scepter, but I think she'll need the Bangle of Vanishing to get to it. I wanted to turn invisible so bad when I was a kid. Still do sometimes, to be honest. You can get away with anything if you're invisible. And no one can stop you. If you like comics, I can show you the one I'm making. I'd love to see it. عندها كوميكس مسوي. إنه صغير ها؟ ما شاء الله. You can keep it if you want. I made a bunch of copies to sell in the record store. This is awesome, Ethan. Yeah. I can't wait to read it. Are you going والله نايس يا اخي مسوي كوميكس من هو صغير. I know they exist. There are a bunch of old tunnels all around the mountains. I think I found a way into one. I mean, I'm not an expert on old mines, but that would scare the crap out of me. I just like to explore sometimes. It's no big deal. Okay. Oh man. I shouldn't have told you that. No, it's cool. I have no room to judge. Gabe and I used to get into all sorts of places we didn't belong. Thanks, Alex. طيب. I think I'll check out that record store. Nice meeting you, Ethan. والله فل البزر ذا. مسوي كوميكس وحركات و... طيب. اللودينج صاير على شكل آلة موسيقية. ما ادري انا على وجهي على اليمين فالظهر ما تشوفون انتو. او واو. هذا ريكورد ستور ها. This place reminds me of the shop Gabe and I used to go to. He'd save up for weeks from his shitty car wash job just to buy us something to listen to.
crazy. Here I am, years later, still waiting for my big brother in the record store. Except this time, I'm buying the record. يلا. إيش تبي تشتري طيب؟ قلت بغيت تشتري التسجيلات. إيش دي التسجيلات تعرفوا؟ من اللي تترقص خويتها؟ أوكي شكل عليك كوبي رايت ذي الله يستر. من ذي؟ أنا مو شبه فذكرتني بكلوي تبع الجزء الأول أتوقع. زومبي بارد. شيل الكارت ساندويتش. خلنا على الأشياء الفاتحة. خل الزومبي يولي. شو ما تتكلم ذي؟ باكما؟ Citizens of Haven Springs, that was the Wednesday bomb squad. Up next, a very special request from some chick. يا جماعة أول مرة أجرب سماعة سوني فايف هذه. يا أخي قاعد أحس من جد بالصوت إنه إذا كان يساري يساري، كان يميني يكون يميني من جد. Which is confusing because. والله سماعة جيدة لا تخافوا مو إعلان ما أدري سوني إيش يبغوا فيني أعلن فيهم أصلاً بس لا يعني أوكي لا تستهبل يا اليد That's me فيا أقول لكم سماعة ممتازة والله Gabe's been talking about you coming since forever أتو الناس لأن الحين يعني مثلا سوني 5 حرام إنك تشتريها الحين لأن ما في ألعاب كثيرة قاعد تنزل أصبر 2022 تنزل هورايزن تنزل ألعاب ألعاب إن شاء الله راح أحاول إني أنزلها لكم إيش قال هو ما أدري والله ما سمعته أوكي still deciding considering I've been here for like a minute I'd say أوكي إذا طلعت دي الموسيقى أعرفوا إن أكيد في خيار سويناه مهم I guess undecided is better than running away. لا لازم أركز معهم يا شباب لا. So the store is closed. تصير مشكلة بعدين بالخيارات. عرفت كذب عليه بعدين. أنا قايل لك كلمة كذب عليه بعدين. Yeah, well, you could say that. An outdoorsman's guide to the calls of common birds. Wow, that's. different. Not what I was expecting at all. نردي إيش يعني؟ Pretty obscure record. نردي غبي ولا The National Park Service gave it 5 stars. So, you're a Colorado State Park Ranger. It's all coming into focus. Well, bummer the store's closed. I was thinking of getting a gift for Gabe, but I'll figure something else out. انتونا في البداية يا جماعة ترى صاير صارت الخيارات يعني خيارات ما عليها وقت بعدين ممكن تصير الخيارات عليها وقت لازم تضغط بسرعة قبل لا تصير مشكلة ولا شيء. I'm pretty sure he put something on hold. So you don't work here? Steph won't mind. Be the easiest sale she's ever made. If I could just find the whole list. Damn. I know I saw it before. Want to help me look? Oh, yeah. Any ideas on where to start? يلا ندور. ما ادري شو يبغون ندور بس ندور يلا. Steph leaves stuff all over the place. Ninth Warden, hero of the Intergalactic Peace Wars and friend. في رسالة من جيب. اوكي اطلعي اطلعي. خلنا نشوف في رسالة من جيب. وينه؟ هذه. My sister Alex is finally getting into town tomorrow. So I expect everyone to be on their least worst behavior. I'll be adding her to my block so soon. As she gets in. Everyone say welcome.
هذا زي تويتر يعني كاتب بتويتر ليش سالفة هذا heavensprings.com اوكي هذا الجوال اوكي عرفنا او هنا الرسائل لا كان عنده صور محادثاتهم قبل ذي كلها أليكس who's this اوكي ما عندك سوالف لما تجيبه كذا النوم بس يا اخي نايس يا اخي انهم مركزين بالتفاصيل ذي هذه حبيبته هذه صورة حبيبته يا جماعة اللي راح لها قبل شوي بالوردة هذه اوكي شوف اللعبة عام 2019 ما تلاحظوا ولا معقولة 2019 ولا انا غلطان شكله 2019 قبل الكورونا اوكي باي ذا واي انفايتد يو اوكي يصير خير اجا سواليفك كثير من ذي تشيلسا بعد دكتور لين هاي دكتور لين اللي في البداية اوكي مع نفسكم بس يعني هذا عرفنا سمس وعندها شو اسمه جورنال الحين اللي فوق على اليمين بينا find the hold list اوكي يلا عرف قاعدين نتعلم شوي شوي على اللعبة يا جماعة اوكي ستيف let's see what you're into I'm detecting an indie pattern اللعبة على بداياتها طبعا يا جماعة okay. انا صراحة حتى الحين انا بدي يجيني النوم شوي ما كذب لكن اكيد في اشياء راح تصير بعدين color me impressed well okay قطو wait is that the hold list قطو حقيقي ذا فكرت ايش اسمه محنط just gonna well. okay just kidding I'm surprised you got out of there with both your hands مفترس ذا thing is She's sitting on the hold list. لا أنا أسود الرجال. شيطان. هذا بلا مش طارجين بيختفي. Okay. وين give me a hand وين جايين. Help. Any luck finding that cat toy? Not yet. So. عنده لعبة خاصة فيها. What do you think Gabe listens to these days? عرفني عن جيب انا ما ادري بيلو سكريمو I think Gabe's gotten so emo that he doesn't like instruments anymore. Emo. Screaming and crying into the microphone. Dear God. Let's hope not. Well, there's only one way to find out. Yep. Let's see if we can find that cat toy. طبعا يا شباب الله يستر طبعا. اي اقولكم الله يستر ترى اللعبة من اجزائها الماضية تدعم اجندة. فعلى حسب خياراتك اظن يعني ان شاء الله انه ما يصير شيء مو مش كويس. بس بغيت اعطيكم خبر يعني. Surprisingly not covered in stickers. ايش قاعد اسوي لوك يا رجال اسوي سيرش على طول. لا بس ترى بعض الاحيان ترى اللوك يسوي شو اسمه؟ What if؟ يسوي فحص لان لو تضغط على طول مصيبة بعدين. بس هنا اشياء عادية يعني مفروض على طول اسوي بس كذا. I disown him. ايش فينا؟ ما في شيء. قول دور ذا الدرج. It could be Celine Dion's greatest hits. You mean the essential Celine Dion? She is a Canadian treasure. nothing. Canadian treasure. طيب. Maybe in the junk box. ما ادري قاعد يدور على لسته الحين ولا ايش قاعد يدور هو we have a winner good guess دميه
اوه لعبه اوكي لعبه القطو. If I die a horrible cat related death, tell Gabe I'm sorry. خلنا نشوف القطو يمدينا نسوي فيها كذا. ما في هذا الزر التو يا جماعه ترى اللي يسوي كذا تقدر توقع تقرا منه شخصيات ناس ثانيين. خلنا نشوف مثلا ابغى اروح قبل لا بعض الاحيان تزبط بعض الاحيان ما تزبط ما ادري ايه بس اوكي ارتول يركض يلا Who's the superior mammal now? اوكي واخر يبعدي Alright. Good idea. Thanks. For a guy who lives in the woods, I'm pretty good at this customer service thing. يلا. مع نفسك يا رجل. Should've known. في واحد رسل رسالة. الرجال كلهم على طول يرسلوا له هذول. Wait. Seriously? Gabe and I used to listen to records together all the time. We'd forget about the world and rock out for hours. You gotta tell me what Gabe was like as a kid. Any ammunition you can give me? Actually, he was a pretty badass older brother. He smoked cigarettes, which at the time I thought was يدخن بعد أخوه. And he somehow managed to get his first tattoo when he was 12. حط له وشم لما كان عمره 12 hey. All right, you're looking at 20 اخوه هذا ذاك جيب No, no way. I can't believe you're doing this again. يا اخي ايش بك لو يا اخي Do you have any idea how much time I put into this? Oh. You just تحس فيهم Dude, I can't come over there. I'm working. إذا هي معصبة تحس بالعصبية هي حتى بعد. It's called a job. Maybe you'd understand if you ever had. I can watch the booth if you gotta get out of here. Hey, hold on a sec. Are you serious? You have a playlist, right? I think I can handle that. You're a lifesaver. Oh, no bird calls though. I'll be there one sec. شفت ايش اللي صار؟ لما عصبت حست بالعصبية حتى هي معاه ولا توتر ذا ولا ايش الحين؟ Are you okay? هذا ريان كويس ذا. Never better. Better now. Sorry. I was just a little thrown for a moment. Thanks. You got it. Somehow I knew I'd find you in here. Things went well with Charlotte. Thanks. Charlotte طلعت خوية ذاك. I can't wait for وهذاك إيثان ولد. أوه يعني يحب واحدة متزوجة ذا. أخوها والله صايع الزبدة. My two favorite people in my favorite place. What have you guys been up to? Talking about birds. You know, talking about bird calls and bird call related media. This guy really loves his birds. Guilty. You know we're trying to keep her in Haven, right? You guys, it's kind of good. I got to talk about Safir. I'm glad you two met. Not only is this dude my best friend, he's the best guide to Haven you could ever find. And this dude Haven me the best beers. Haven اتوقع هي المنطقة اللي احنا فيها يا جماعة. By the way, Mac was in here earlier and he really wants to talk to you. He knows where to find me. Anyway, my shift starts. Ready to go? Tag along? I'll catch up. I got a radio show to host. هذا مكان حق راديو يا جماعة عشان كذا اسمه ريكورد اوكي يلا عرفنا كم مكان طيب
ايش فيك؟ I should check in. Do you mind? No, yeah, of course. بيكلم ايثن ولد اللي يحبها. What up, Monster Slayer Thanor? Hey. 1 week to the LARP, you stoked? Hell yeah. Atta boy. No, we gotta talk road trips next. It's a long drive to Denver. Are we driving with Steph? We'll see. She's a GM, so she's gotta be in Denver pretty early. What are you doing tonight? Mom says I'm supposed to stay at the Lantern until she gets off work. But I kinda wanna hang out at home. Is that okay? Do you, man. But I'm gonna check that homework later tonight, though. Better be done, capiche? Capiche. Good capiche. To meet you. Yeah, same. Capiche, see you around. هذا بلغتهم شيء كذا. So weird seeing you do the dad thing. والله من جد. والله كرنج. No, I'm better than a dad. I'm like dad plus. Oh my god. Trust each other. He tells me stuff he doesn't tell Char. والله قاعد تقول له Ethan didn't tell Gabe about going to explore the old mine. He trusted me to keep his secret. Should I? Or should I blow his cover? لا. اسكت. ما ادري عن ايش هو بس انه في حاجة سواها الرجال. لا تفضحها. Confirm choice. يلا. ما نبغى نفضحها. ما ادري ايش قالها بالضبط بس انه ما نبغى نفضحها. Fine. Just thinking about you as the Hobbs to Ethan's Calvin. Exactly. That's exactly what it's like. لأن إيثن كان جاب العيد في شيء. You know. وما أدري كان طلع برا. His mom. بس لا خلنا ساكتين أحسن. Clearly you haven't. عشان يثق فينا بعدين. Fan fiction. نضبط الأوضاع مع علاقاته كذا. What do you say we get you settled then? This is what a mining town looks like. Thought there'd be more guys in overalls running around. With soot all over their faces? Exactly. What do they mine here, though? Used to be silver back in the day. And now? Uranium. They blow these big holes in the mountains and sell it off to nuclear power plants. Oh. Yeah. We'll actually be able to hear a blast later tonight. It's pretty intense. Sounds like it. Look who it is. Jed. Hey, got someone I want you to meet. What's my Jed though? Alex, this is my buddy Jed. How are you? Buddy hell, will you listen to this horse shit? Well, his boss he means. Cowboy, that مرة. You own the Black Lantern. For the last 12 years or so. It's good to meet you, Alex. Heard a hell of a lot about you. Oh? Only bad stuff. Mostly lies. Your brother's full of shit. You know that? He just about wet himself waiting for you to get here. McCoy, that ترى مو بعاجبني ترى احسه مو بمريح. Oh, same. I was excited to see him too. Guess we're an almost wet yourself kind of family. I like her. Yeah, she's okay, I guess. We're heading in. You coming? In a minute. Supposed to meet Eleanor to talk spring fest. لا نحكم عليه على طول. هو خوي اخوه هذا. Not in detail. احتمال يكون كويس. I'll fill you in later. Like, you do not want to get this guy started. I'm loquacious, goddammit. بس يخوي شيبان ذا. Oh, before you leave, word of warning. Max got that old bug up his ass again. So I've heard. Yeah. So, just, you know, eyes open. Anyway, you guys go settle. Alex, pleasure. Oh, mind, Jed. تشرفنا يا جد. So. اه المدينة هذه منعنشة فيها ناس كثيرين. Not possible. I'm picturing some straight up Wicker Man shit. Oh, you've been before. بار. هذا بيتهم.
اخي رجعك خليت نرجع البيت على طول، على طول نسلم على الناس، توا جايه من سفر البنت أليكس، توا على طول سلم 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 سلم، خلينا نحط اغراضنا وكذا ونتكي شوي. اوكي هذا البيت، بس السؤال ليش البيت مكتوب عليه بار؟ يا ريلي هناك سرير عجيب والله، شكل هذا كل ويكند عرفت تسوي حفلة. Don't sound so surprised. It's really nice. When you said that you had a nice place, I was picturing small but homey. Well then, welcome to my crib. Seriously, this is great. Yeah. And the best part is, it's actually yours. I'm mostly staying at Charlotte's now. يقول صارت غرفتك خلاص. أنا بعيش ويا مع شارلوت هذيك اللي يحبها. لا يا أبوي خلنا شوي في البداية. لا يا أبوي أبوك معي. What exactly do you mean? This is mine. It's this thing where people have places they live. We call them homes. I mean it. I want you to have a fresh start here. قلت أبغى تبدأ مرة بداية يعني. Babe. Thank you. You got it. Just promise me you don't throw too many keggers that end in surprise fires. والله اخوها كفو جد. Will kill me if that happens again. Sure thing. Home sweet home. Didn't we already do the whole staring at me thing? It's just you look a lot like how I imagine you'd be. Yeah? Do I look how you expected? Didn't expect the beard. ما توقعت اللحية. I honestly didn't expect you to have a beard. Oh, they didn't tell you? When you move to Colorado, you automatically get an amazing beard, a pretentious knowledge of craft beers, and a Subaru. Funny. I didn't get any of those things. Don't worry, I will stop at nothing to get you your very own Colorado welcome kit. Good, because I actually got you something. Wait, what? جابت له هدية. غنية شكلها. Surprise. Wait, is this? This is the album I requested. I know, I'm good. I was gonna get this for you. Well, I got it for you first, so I get the credit. Okay. يلا سمعنا الكوبيرايت الحين. أصفقني بكوبيرايت. ما أدري خايف يا جماعة من هاللعبة. Oh my god. يترقصوا الجماعة. I can't get over this. Feels just like old times. Oh no. Stop that. I can't. It's too late. What's that? What even is that? You're way off tempo. You just gotta let the beat flow through you. Your turn. Fine. خش معاه يلا. Heh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 
الصراحة خايف من الكوبي رايت. الزبدة إذا جاء كوبي رايت أنتم بتلقوني حطيت أغنية على جنب كذا ثانية، عرفتوا؟ You haven't lost a beat. واحد يدق الباب. مين ذا؟ واحد يدق الباب. أوكي خير خلصت الإزعاج. Just give me a sec. Yeah. ثانية. بعد مين هو ذا يدق الباب زعلان؟ اوكي من hey, ماك من نفسي ماك هذا يسولف عنا ماك من زمان. Can I help you? Something's wrong. Oh my god والله من جد رايد رايلي's phone. I know you've been meeting with her behind my back. It's not what you think, Mac. Oh shit. Oh good. Because I thought you were fucking my girlfriend. Oh my god. I promise you've got it all wrong. Tell me why I shouldn't kick your ass right now. No. No, not here. Not here. It's not my place, man. You really need to talk oh to my your God. Girlfriend. I'm talking to you. يا كلب. No. يا حمار. Stay. أخوها الغبي قاعد يوعد واحدة من ورا هذا. The fuck. Fuck. Okay. Away from her. تعال. Away from him. ترى. واخر. غبي. أفدغ. لعب. هاي جون سينا. واحدة ثانية. واحدة للمشترين. الله أكبر. واحدة رابعة بعد. الله. كمل كمل. بس خلاص خلاص. خلاص خلاص. اي 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 اخوك اخوك واو والله والله اندمرت اوكي اتس اوكي والله صارت قوية. شوف يدها صارت قوية ذي شفتوا كيف تتفاعل مع اللي قدامها تلطخ لطف جاي معصب بعدين This is fucking psycho. You could both go fuck yourselves. I'm so sorry. Don't worry about it. يقول أخوك أختك نفسية. يا رجال. تضرب أخوه وبعدين يو سايكو. هطف خكري. Oh my god. بس والله نايس. شفتوا كيف قوتها؟ تتفاعل مع الشخص اللي قدامها اذا هو متوتر ولا اذا هو معصب الظاهر اتس فاين معليش رجعناك انت بالغلط رجعنا وجهك انا قلت ما شفت والله الزبده ما رجعناه في الحمام شو الله يكرمكم الحمام ترى ذا ترى كان حمام في بلاط مسحنا فيه الحمام كأنه مكنسه بعصه ام الجو ذي والله مو بهي الصراحة ماك اللي بعص الجو ذاك بعد أخوها هم وعد حبيبته مدري هم أصلا قاعد يتهاوشوا على واحدة متزوجة الظاهر مدري والله ما مركز معهم لأن سالفتهم بيض هنا الحين حسنا القصة بدت يعني لما شفنا قوتها الخارقة يعني نحس صار فيه شوي تحرك بالقصة أوكي I'm okay. I'm okay. ما تقدر تسيطر على مشاعرها. هنطفي المكيف الزبدة أنا بردت يا جماعة. طفى المكيف. كويس. I guess I might as well unpack. يلا. ريان رسل رسالة. Hey Alexa, this is Ryan. It was really nice to meeting you. Okay, قاعد يرحب فينا. لا من جد احنا في 2019 يا جماعة. الحين الساعة 6:30 الليل. في اللعبة طبعا. ستيف هذه اللي صادفنا وياها. Sorry I had to run. يا رجال. Okay. خلنا نشوف شو عندها.
اخيرا متكي في الحين في البيت. Oh god. Shushu's gonna look so grungy on this nice bed. She's gotten me through some hard times, but I was hoping we were done with that. طلع الكوميكس حقت ايثن. اول شيء لازم تفرغ الشنطه, بعدين تفرغ الشقه, فرغ شنطتك. Ethan's really talented. يا مره موهوب, حتى رسمه بعد ما شاء الله. اوكي طيب ايش في بعد؟ لا لعبة روقان يا جماعة, ترى ابد اذا عندك شاهي ولا قهوة ولا حاجة جالكسي كذا تنقنق عليها تشيبس اي شيء نقنق عليها, هذه لعبة روقان ترى كذا راح تظل لعبة. اذا انت في الحلقة الاولى ما انت عارف شو وضع اللعبة ذي, فبس حاب اقول لكم يعني, بس يعني في حماس يصير كذا فجأة تغير بالأحداث زي اللي صار قبل شوي لما رجعنا ذاك في الحمام. At least she cared more than I can say for most. لازم نقرأ ذول ولا ليش الحين؟ والله مع نفسك. I really wish those meds had worked. Chelsea, the rare bright spot from my time in the group home. أوكي مع نفسك. Riley so Gabe and Riley have been working on her interview, and Mac thought they were sleeping together. This is fucking stupid. Okay. تو الحين قالوا إيش تدري إيش تدري إيش السالفة يا جماعة؟ مو بشارلوت اللي متزوجة ذيك اللي يحبها. لا تذكروا ذيك اللي في محل الزهور أم شعر أحمر. هذيك أم شعر أحمر هي خوية ماك ذاك اللي رجعناه اللي رجعناه في الحمام. هذا هو يحب ذيك اللي معاه في حديقة الزهور. عاد أخوها جيب راح وما أدري كان يشتغل على مقابلة مع بعض, يعني كان الوضع عادي حبي عرفتوا. فبعدين جاء ذا ماك, أنت ليش نمت معاها تطلعوا مع بعض من وراء ظهري, يفكر إنه شو اسمه يعني يطلع من وراها وكذا يعني زبدة, يعني يفكر إنه حبيبته تخونه, فراح على طول يبغى يصفق أخونا جيب وعاد ترجع بالحمام مثل ما شفتوا. فهي هذه السالفة, طلع المتزوجة أصلاً جيب ما هو بحول ذي رايلي أم حديقة زهور ذي محل الزهور, هو حول ذيك المتزوجة ويا لدها إيثن. طيب I hit Gabe because of this stupid mess. أوكي أوكي بدي طالع في ال... شفت كيف طالعنا في الورقة؟ He wants you. He's helping me get into college, baby. You know dudes can do nice things without the expectation of getting laid, right? A high school dropout? A guy who went to fucking juvie? Wants to be your study buddy? What, out of the goodness of his heart? Oh my god, Mac, we're friends. There is nothing going on between Gabe and me. شفتوا كيف معصب يقول أما عاد تذكروا مع بعض كيش بعد بتناموا مع بعض وأنا ما أدري, غبي غار. ومع حق بعد يعني, بس انه هو ذا يحب ذيك المتزوجة. Alex, do I wanna know? Alex, هذا اخوها مسا شكله مسوي ملف. افتحه افتحه نشوف شو مسوي عنه. Guess I kinda gave Gabe the runaround, huh? Mm-hmm. Anita and Eduardo. They were one of the good ones. Wow, Gabe's been looking for me for a while. كان يدور عنها من زمان. ما ادري كيف تفرقوا, طيب هم اخوان بس ما ادري كيف تفرقوا وبعدين اجل اللي كان يدور عليك والله ما ادري كيف تفرقوا, بس سلكوا انتوا بدي افتح له مره ثانيه. خلاص خلاص تركنا. هذا ايش؟ What an honor to be the sister of the rubber duck derby second place finisher. ميدالية شكلها حق سباق جري. Charlotte made this? Gabe mentioned she was an artist, but I didn't realize he meant like professionally. I could never make something so personal.
والله ذي حبيبة جيب، حبيبة أخو يعني خاص، المفروض تعرفوا أن جيب هو أخو أليكس اللي هي البطل يلعب فيها، خاص مو يحتاج كل شوية أقول لكم. إيه الزبدة، جيب اللي يحبها ذي شارلوت ويا ولدها مبدعين. هذا هذا هذه شارلوت ذي هي اللي يحب نحبها جيب المتزوجة ذي، ما أدري هي متزوجة ولا مطلقة الزبدة ما أدري عنها. والله هي ولدها مرة مبدعين كذا، عندها سوت تمثال، ولدها مسوي كوميكس مرة أبداع شغالين. إيش ذا سوني فور؟ Must be Ethan's. Wonder how many times Gabe's been forced to play. يمكن Ethan هو اللي يبغى يلعب. عرفت غصب جيب انه يلعب يلعب. تذا الضخم كان فرايدي 13 كان جيسون. طيب holy shit it looks like Gabe actually read this. ايش مكتوب يا رجال؟ اوه قاري كتاب، قاري كتاب حق الاطفال وما ادري ايش، عشان يبغى يظبط وضعه يمكن مع ايثم ما ادري عنه زبده. هذيك النار الرضاعه ولا تخيل، لا فكر الرضاعه لما اضطر الرجال. هذا مفتاح سيارته ولا ايش؟ تفاصيل يا اخي جميله بس الكاميرا ما ادش فيها انبعصه توها. نشوف ايش الصوره ذي. Is that a real live dead deer؟ هذا جيب ويا خوي ذاك جد. لا تصدقوا بدا يعجبني جد. Really going the extra mile for Ethan and Charlotte. نقول غريبه جيب يقرا كوميكس. Whoa. Looks like Ryan turned my brother into a model citizen. At least I held it together in front of him and Steph. هذا اللي شو اسمه في محل الريكورد التسجيلات. ريان، ريان هذا ذي ريان. هو ريان بس أنا أحب أسميه ريان، تعرفه عرفته عربي. أوكي. إيش في بعد؟ هذا ميكرويف ها؟ مزبوط مزبوط. إيش في بعد؟ هنا صورة. I'm really happy for you, Gabe. هذه شارلوت يا جماعة اللي على يسار، شارلوت اللي يحبها اللي هي يعني أم إيثن. والله كويس أنا عاجبني يا جماعة أن إيثن حفظنا سره، ما أدري شو السر بس كويس أني حافظنا، شكله سر غبي بس يعني تعرف لازم نضبط وضعنا معه. الحين نرجع للهذا. يبغى نبدل ملابس بس خلنا نشوف إيش فيه بعد الشنطة. أول ما فرغنا الشنطة فكر فرغناها هنا في صورة. شكل هي أخوها لما كانوا صغار. Crazy how much we've changed. إيه هي مع جيب. طيب. No way. Guess Gabe didn't cut out our parents. How mature. Look at them. هاي الصورة، هذه الصورة كاملة. Dad's only kind of an asshole. أبوها وأمها سحبوا عليهم. أبوهم وأمهم هم الاثنين سحبوا عليهم، شكله كانوا لعينين. عشان كذا صار الوضع مكركب معاهم. ف يس. هذه الصورة كاملة. نشوف ايش في بالحد الحقيبه بعد. ايش الحقيبه ذي ما خلصت؟ باقي فيها خير كبيره. هذا الجورنال حقها. Time to add my latest meltdown. ليش بتقعدي تكتبي الحين اللي صار؟ والله ابد مسحنا البلاط في ماك اليوم. ايوه والله كتبتها. اوكي خلصنا كل اللي الاغراض.
هل أصلاً جزء من إنه فرغ الشنطة يعني هو مكتوب جاء عليه صح فوق اليمين توه. طيب الحين إيش؟ مخ. I'll finish this later. نقول صافة مطولة خلي الشنطة بعدين. يا بنت صدقيني والله ترى يا أخي أنا كل ما نرجع من سفر ولا تروح سفر فرغ شنطتك أول شيء على طول لأنه مستحيل راح تفضى لها بعدين راح تكسل خلاص فأول ما أول ما تكون موجود على طول فرغها. جيتار أليكس here's a little something مش مكتوب no fucking way هذا here's a little something to say welcome home can't wait to hear your shirt هذا جيب حاطه تحت السرير كهدية يعني ما شاء الله يعرف ان اخته بتحط الشنطة تحت السرير حاط الهدية تحت السرير اوكي يا سمعينا سمعينا الغنى تعرف تعرف تعزف شكلها بالجيتار البنت اسمع يلا ارحم لي امك لا تجيب لنا كوبي رايت الحين لا تجيب لنا ما احنا فاضيين يلا بسم الله Well, Alex, you just went nuts and beat the shit out of somebody in front of your brother. So, how are you feeling right now? يلا أليكس بتغني الحين. في أزرار نضغط احنا. الله يستر. كوبي رايت. ماني فاضي والله أبد. Dressed like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world هذا عبد الرحيم في مسلسل اختلال انت يعني عشان تشوفوا اختلال يمكن يعجبكم يعني شيكوا عليه فروا تحت قائمة التشغيل عملك كريب What the hell am I doing here I don't belong here قال من جد What the hell are you doing here قاعد خلاص تغني لحد إن جابت أم العيد Whatever you want بس انا اشوف يا جماعة الصراحة يستاهل ترقيع بالحمام ذاك والله هو السايكو والله غبي لا يبغى يتفاقع حرمة صفقتها استغفر الله اوكي معليش يا جماعة بعصت ام اللقطة قاعد تغني وانا قاعد اطقطق ايش في الصورة Here. I don't belong here. قامت تبكي البنت ما عاد جاك ليعرف عن قدرتها الخارقة ذي السؤال ايش راح يصير معاه مع القدرة ذي طيب نفسي اعرف ايش فيه فوق بيبين مع ان لنا السرير تحت وكل شيء تحت فايش فايدة فوق being here is too good to be true I'm not gonna let anything mess it up نجيب ام العيد انتبهي انا نفسي اغير ملابسها الصراحة اكيد مخيسة I should go downstairs and set things right with Gabe يلا دقيقة قبل ما set the things with Gabe get to rest هذه ملابس ولا ايش الحين؟ ايش رايكم؟ نحط الدب ذا وجهه كذا يضحك حطه اوه يمدينا نشيك اوه نايس والله في ملابس جميلة هذه كشخة ذي وفي ذا الدب
بس هذا احس ان يبقى هذا فلان في ابيض. يلا اوكي I am ready. بس حتى ما تروش. اوكي احسن لا تروش. يجيبون اللقطات الحين ما لنا خلق نقصقص. ما يمدي اصعد فوق الله يقطع شكلهم. في شكل هنا. Gabe always wanted a bike like this. خلاص جاله. في اركيد هنا بعد. مدي انا العب. شيك. مدي العب. بس ما نشيك. يلا. يلا اوكي. ايش في ما يبدا؟ ستارت. ما يلف اوكي يمين. هذا اللي احنا اللي نلعب فيه. نايس مسوي لعبه داخل لعبه. زي حركات انشارت. اوكي لازم اهرب من ذول الظاهر. اتوقع بني افوز ولا لا؟ نغير جو شوي يا جماعه عرفتوا؟ اوه لا 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 جبتهم من العيد حشروني. هنا هنا. طيب كيف انزل؟ او ماي جاد انحشرت انحشرت. اوكي اوكي خلاص مع نفسك مع نفسك. يلا يلا يلا. بس حبينا نجرب شوي نغير جو عرفت عليكم. Gabe looks like he fits right in. هاي صورة لهم. هذا جد و ما ادري من ذول بس الزبدة يعني صورة لهم. يلا يلا خلينا نطلع. خلينا نروح نصالح اخونا المسكين. بعد ما رجعناه كف بالغلط. الله يا رجال. ستوب ستوب والله كان راح يموتها الزبدة. أليكس كانت راح تموت ماك خلاص لا محالة. لا ما وقفها قب. لا يرد الا البوكس. لخمات لخم. اوكي هنا في البار. يشوف مكفخ. بعد الكف موجود. هذه شارلوت. اخيرا شفناها. I'm sorry you had to see that fight. What a terrible first impression. Dad, I'm taking Gabe to the station. We need a first aid kit that doesn't predate the discovery of bacteria. It's fine. I don't need to go. Ryan knows what he's doing now. You just go with him. Dad, okay, Jed. Alex. Ryan, أبوه Jed. Okay. يعني Jed ولد Ryan. الظاهر كذا ما أدري. Well, there goes my bartender. احس ذا جد شايف شايفه في مكان مدري ولا مشبه علينا مدري. I love that. It's a falling star? Yeah. Or rising. Depends on the day, I guess. So what's it doing today? والله today falling. Falling pretty damn hard. Yeah. I mean, I guess. But it's amazing to be here. الأغنية اللي مشغلة في البار رهيبة. بس الله يستر لا يصفقوني عليها كوبي رايت. خلاص يوتيوب. ترى انا خايف من الكوبي رايت كثير. يا هي از جريت كيد. مرة رهيبة. Nothing about kids. But he seems like one of the good ones. I appreciate that. He's my favorite person. Beef pie special. Watch the gravy. Jed, you didn't have to. رأي البار. Now Ryan said you're skipping dinner. No starving artists on my watch. I do have to get going. على حساب الرجال. I'm making some pieces for the spring festival, and they have to be done tonight. شخصيتها حلوة شارلوت. أخيرا شفناها. That's okay. So glad you're here, Alex. I'm looking forward to getting to know you. Yeah. Same. نبغى نتعرف عليها بعدين. والله شخصية شارلوت حلوة صراحة. كويس ان حفظنا اجل سر ايثان اللي ما ادري وش هو. هذه مشكلتي اللي ما يركز يا جماعة. هذاك ما اكل مرقع. ما ادري في اي وجه بروح اكلمه الحين. والله البار نايس مرة. مرة نايس. ديزاين حقه جدا جميل. So I'm short staffed at the moment. مرة جميل.
Gabe tells me you've worked at a restaurant before. A couple years experience as a server? هذا فستق صح؟ كوم كلين خلنا نقول له قصة أصلية. Gabe's full of shit. I've never worked in a restaurant before. Never stops that one. نقول الحقيقة ما اشتغلت في مطعم. If experience isn't an issue. قال لها Gabe إنه. مع المفروض نحفظ سر أخونا بس. And we keep it informal around. لا ينكبنا بعدين يخلينا نشتغل في مطعم. Thanks. All right. So we have a few folks that need checking on. Ducky and Diane over there. Steph over here. There's a table in the back that needs clearing also. You can give the food orders to me, and I'll handle anyone here at the bar. All right? Got it. Okay, بنشتغل معه في البار. يلا. It's really nice to have you here, Alex. Thanks. يلا كويس قلنا له الصدق احنا. I'm a server now. يا بنشتغل. Let's see how this goes. يلا. My dad was in the service. نروح عند دوكي. I should check on that table. يلا. Can I get you two anything? Miss Chen, here at last to relieve our suspense. Hi. I am Reginald McAllister III, Ducky to friends, former entrepreneur, now retired. And this young woman is Santa. Hey there. Nice to meet you. I didn't realize that... That we all knew you were coming. Yes. Gabe is generous with both friendship and information. You're from Portland, right? I moved here from D.C. 6 months ago. How are you finding the small town thing? Kind of perfect. I didn't really know what to expect, but it's kind of perfect. It feels like a home. Yeah. I know. I really thought I would hate it. رهيبة. And I saw the mountains, met some people, and now I'm never مدينة leaving. رهيبة, yeah. Diane is a geologist, recently working as a process manager for Typhon Mining. I'm glad there's another newbie around here, too. Can I get you anything? Oh, yeah, we're super hungry. I'd love a pie special with fries. Cheeseburger with mushrooms, and my usual to drink. Jed will know what to do. All right, I'll go put that order in. Thanks. يلا إن شاء الله ما ننسى. إن شاء الله إذا بيسألنا نعرف. My dad was in the service. Hey, Jed. Yeah. I've got an order from Ducky and Diane. Go ahead. أنا قايل إنهم بيقولوا لي برجر وذ مشرومز. هو قال تشيز برجر وذ مشرومز ولا إيش قال؟ والله توقعت هذا بس ما ادري ليش فهيت شوي شكلها تشيز برجر وذ مشروم one cheeseburger with mushrooms uh-huh and pie special with fries one pie special with fries yes ان شاء الله اني ما غلطت بطلبهم Ducky asked for his usual yeah he did yeah he's fond of a particular rye whiskey I keep a personal bottle for him Oh, that's odd. I don't see it. Oh, now wait. I bet Ducky took that bottle upstairs last night. Yeah, he and Gabe went on carousing long after closing. Oh, yeah? Yeah. Serves him right if you ask me. But feel free to go upstairs and look for it. Yellow. I'm sure he'd be grateful. ندور له عن الويسكي حقه الخاص. Find it. Deputy Pike was with him. Might have some idea. He's usually in here around now. Probably arriving soon. There must be something around the Black Lantern that can help me find Ducky's prized whiskey. Yeah. يبغى نصعد فوق وكذا ندور على البطل حقه ذا. يبغى ندور على حق دك. ما نسأل بنفسه هو. ما يعرفه هو بس يعني. مدين نسولف مع أرضنا تصدقوا أوكي يا جماعة أتوقع الحين الوقت ما أدري كم صار بس ما أبغى تكون الحلقة طويلة مرة فإن شاء الله عجبتكم الحلقة الأولى
واتمنى تعطينا زر لايك وعطني بالكومنت ايش رايك بهذه اللعبه، وهل تبغون كم على هذه الالعاب ولا لا. بس وان شاء الله على طول راح انزل لكم الحلقه الثانيه، اول ما اقدر انزلها راح انزلها على طول. بس لا تنسى تعطيني اللايك، ويعطيك العافيه على المتابعه. وبس كان معكم اركي سمارت، نراكم بالحلقه القادمه، في امان الله. السلام عليكم.